يوم وليلة خدنا حلاوة الحب. مساء الخير، معاكم مصطفى مسعد مدرب صوت. هتكلم معاكم النهارده عن طريقه الغنى السليم والغنى الصح، وازاي نخلي صوتنا يكون احسن، وازاي نغني بطريقه صح. اللاعب قبل ما بينزل الملعب لازم يعمل شويه تمارين واحماءات للعضلات بتاعه رجله عشان ينزل يلعب. احنا كمان عندنا في الغنى شويه تمارين لاحماءات صوتنا، بتتقسم لجزئين. اول جزء التمرينات اللي هي عضويه بنعملها باسمنا سواء للفكين او للرقبه، والتمرينات التانية بتسمى تمرينات صوتية اللي هي متعارف عليها وتسمى الفوكاليز. في مشكلة مهمة جدا بتقابل بعض الناس اللي بتغني، بيكون نفسهم قصير جدا جدا في الغناء وما بياخدوش نفسهم بطريقة صح. عندنا بعض التمرينات اللي بنعملها اللي بتخليك تقدر تتنفس بشكل سليم وتقدر انك تاخد نفسك بشكل صح. خليكوا بخلة النفس. بعد ما خدنا نفسنا وبعد ما عملنا تمرين الفكين وتمرين الرقبة، بندخل على النحت بقى. أهم نقطة اللي هي بالنسبة لناس كتير جدا بتخضهم اللي هي الفوكاليز. الفوكاليز هو بنعمل احماءات للاحبال الصوتيه وبنعمل شويه تمارين للاحبال الصوتيه بحيث ان احنا نهيئها للغنى، وبحيث ان احنا نوصل بيها من نغمات معينه لنغمات تانية سواء من القرار او الجو اللي هي المنطقه الغليظه او المنطقه الحاده. عشان نغني بطريقه صح او عشان نقدر نغني بطريقه احترافيه لازم يكون عندنا درايه بالمقامات الموسيقيه وعددها واشكالها وبطريقه بناها عمليا ونظريا. نغني دلوقتي مقام العجل زي ما خدنا تفاصيله وشرحناها. يلا بينا. لا لا لو شايف انك عندك الموهبه الحقيقيه قدامك الفرصه انك تقدم معانا وتدرس الغنى بشكل احترافي، اتواصلوا معانا. شكرا.